السلام عليكم خاوتي واخواتي، ومرحبا بكم جديد في قناتكم YTDZWin. وين دائما نجيب لكم اهم اخبار الجزائر. كما عودناكم خاوتي في الاخبار راح نوريكم بالفيديو ملاكمه مغربيه تقوم بحركه غير اخلاقيه في الالعاب العربيه في الجزائر اثناء النشيد. راح تتفاجئوا بهذا الفيديو. في الاخبار ايضا وبخصوص المغرب، فضيحه كبيره لملك المغرب محمد السادس في اسبانيا تهز اركان المملكه. اخيرا في الاخبار، حفيظ الدراجي يقول أن رئيس فيدرالية كرة القدم الجزائرية زفيزف أكبر فاشل ويفتح النار على المسؤولين في كرة القدم في الجزائر. كما شفتوا خابتي، هذه هي أبرز عناوين أخبار الجزائر اليوم. أما لازم تبقوا معنا حتى الآخر باش تعرفوا كامل التفاصيل بهذه الخصوص. قبل ما نبدأ الفيديو راكم تعرفوا أهم شيء، اضغطونا تشوفوا على زر الإعجاب، هذا راح يساعدنا نتصدوا لكل حملات السينيالة. نشكركم جزيل الشكر على المشاهدة. بلا ما نطول عليكم هيا إلى الفيديو. في الأول وبلا ما نطول عليكم خاوتي، نحن نوريكم فيديو لملاكمة مغربية تقوم بحركة غير أخلاقية نوعا ما أثناء النشيد الوطني وتقديم الميداليات، حيث وقعت الملاكمة المغربية موتيقا ياسمين في المحظور، حيث انسحبت من مراسم حفل توزيع الميداليات مباشرة بعد نيلها للميدالية الفضية. وانسحبت موتيقا ياسمين في مراسم التتويج كما راكم تشوفوا معايا في هذا الفيديو، مراسم تتويج الملاكمة الجزائرية منصور فاتحة بالذهب في حركة غير أخلاقية وبعيدة عن الروح الرياضية. شوفوا معايا الفيديو. كانت أمام مغربية هي تاني تمتلك، هي الأخرى تمتلك من الإمكانيات ما يؤهلها لتكون منافسة شرسة، لكن منصور فاتحة عرفت كيف تنزل تسير النزال، وعرفت كيف تقلب الطاولة على المغربية اللي يشوفوها في حركة. ونترككم الآن مع النشط. لقد عادت 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 وستستمعه من منصة التتويج. أيضا كما شفتوا راي راحت أثناء عزف النشيد الوطني الجزائري، طبعا ما قدرش نخليكم تسمعوه عندي لأنه راح ينحوهولي من اليوتيوب، وهذا أمر ممنوع بشأن حقوق النشر كوبيرايت، لكن راكم شفتوا الفيديو شفتوا ذاك التصرف. الآن الكثير من المشاهدين قالوا بلي هذه ما تبانش حاجة كبيرة وماهيش حركة غير أخلاقية، ربما راح تجيبك شي حاجة وتولي، بينما الكثير من الآخرين قالوا كان تقدر تستنى على العفسة اللي راحت على جالها ولات عفسة كما هذه ما لازمش تروح، وهي راهي بطلة ففازت بالفضية مضارية بهذه المراسيم وهذا أمر لا يقبل. ثم خافتي وش رايكم في هذا الموضوع؟ هل ترون أن هذه الحركة غير أخلاقية مثل ما يقولوا الكثير؟ خبروناكم في التعليقات. الآن خلونا نروحوا للخبر الآخر. في الخبر الآخر، حفيظ الدراجي يقول أن رئيس فيدرالية كرة القدم الجزائري زفيزف أكبر فاشل، وأيضا حفيظ الدراجي يفتح النار على المسؤولين في مجال كرة القدم. حيث خرج الإعلامي الجزائري حفيظ الدراجي معروف بتصريحاته المثيرة للجدل بتصريح أغضب به الكثير بينما وافقه الكثير حول هذا الموضوع. أنا واحد من الناس خاوتي أن وافق حفيظ الدراجي بهذا الخصوص، حيث قال أن الفشل الذي كان متوقعا لرئيس الاتحادية الجزائري جهيد زفيزف في الفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للكاف يشكل إخفاقا جديدا للمنظومة الكروية والرياضية بأكملها. وطبعا خاوتي أتخيل أنت تقوم بتعيين رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ومن بعد تكون سير في راسك باللي راح يفشل في النيل بكأس إفريقيا. يعني هنا راك عينت إنسان ترك وثق بلي مش راح يفري الصوالح، يعني إنسان فاشل. وهذا ما قاله حفيظ الدراجي بهذا الخصوص، قال لهم أن تعيين شخص مثل هذا ماهوش كابابل هو الفشل في حد ذاته، ناهيك عن عدم تحقيق الفوز في هذا الخصوص. أيضا قال حفيظ الدراجي أن الأمر الآن أصبح يقتضي منا إعادة النظر في التعامل مع الرياضة، لم تعد مجرد لعبة، لذلك يجب أن تتحول كرة القدم عندنا إلى قضية دولة بكل أبعادها. أيضا خاوتي هذا ليس الفشل الوحيد الذي رأته الجزائر منذ قدوم زفيزف، حيث إذا ذكرتم خاوتي وقبل وقت ليس ببعيد منتخب الجزائر بأكمله منتخب النسوي أظن الخاص بكرة القدم ما راحش يشارك في الألعاب الأولمبية بفرنسا لأنه
الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم ما قامتش بتسجيلهم في الوقت المناسب. من بعد كي هضروا الصحافة مع زفيزف قالهم بلي هذا الخطأ ماهوش تاعي، هذا الخطأ نورمالمون يجي على عاتق الرئاسة السابقة للفيدرالية، أنا كي جيت لقيت الأمر قد أكمل. هذا الأمر خلى الكثير من الجزائريين تغضب من الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، لكن توالت الهفوات، وكما شفتوا الآن المغرب قامت بالحصول على كاف 2025 في حين أن الجزائر بقيت تتفرج من بعيد. الآن الأمر لم يغضب حفيظ الدراجي وإنما أغضب الكثير من متابعي الرياضة. أنتم أخاوتي وش رأيكم في هذا الموضوع؟ خبرونا لكم في التعليقات صراحة، في رأيكم ما هو الحل الذي يمكن للرئيس عبد المجيد تبون القيام به في هذا الخصوص؟ خبرونا لكم في التعليقات. أخيرا في الأخبار راح أشاركم معكم خبر خارج عن الجزائر ولكن يموت للجزائر بسهلة نوعا ما. فضيحة كبيرة لملك المغرب محمد السادس في إسبانيا تهز أركان المملكة. ما الذي حدث هذه المرة؟ لأنه الفضائح تولت، وكما راكم شفتوا جاء هذاك الضابط المنشق من المغرب وهدر عفايس على المخزن يمكنها أن تهدم أساس الدول. فما الذي حدث هذه المرة؟ الآن انتشرت صورة لعملية تركيب لافتة إشهارية وسط العاصمة الإسبانية مدريد تحمل صورة الملك المغربي محمد السادس ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانسيز، وتظهر الصورة المتداولة كما راكم مش عارفين نقدر نشاركها معاكم خاطي، ولكن احذروا لأن هذا الصورة مخلة بالحياء. هذا الصورة المتداولة كما راكم تشوفوا تظهر كيف تم استدام صورة الملك في وضعية مخلة بالحياء مع رئيس الوزراء الإسباني، وذلك في سياق الحملة الانتخابية الإسبانية. يعني بيدرو شانسيز، يعني هذه الصورة ما هيش جنسية خاتي، ما تفهموش الأمر غلط، هذه صورة تعبيرية كبيرة جدا، حتى الجزائر والجزائريين يشوفوها بهذا الشكل. هذه الصورة تظهر مدى قرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانسيز والملك محمد السادس، يعني في إشارة أنهم يحبوا بعضهم رغم تضمير بلدانهم. وهذه الصورة في الحقيقة كانت هجوما لي على بيدرو شانسيز، لأنه بسبب حبه وتقربه من الملك محمد السادس قام بتدمير إسبانيا، أدى إلى إفلاسها من ناحية تعاملاتها مع الجزائر في الناحية الاقتصادية. الآن أيضا أدى إلى إفلاسها من ناحية أخرى، وهي أنه الآن الخزينة لازم تخرج 26 مليار دولار باش تعطي لكل الشركات المتضررين من توقف تعاملاتهم مع الجزائر. هذا الصورة أيضا أرفقت فيها الكثير من التفاصيل التي تثبت أن ما كان يقوله الضابط المنشق كان صحيح، لأنه كما راكم تشوفوا في هذه الصورة راهي مرفقة عالم المثلية الجنسية في صدر الملك محمد السادس وهو يقبل بيدرو شانسيز رئيس الوزراء الإسباني. الأمر كما قلت لكم اللي كلف خزينة الدولة الإسبانية الملايير. الآن كان الحزب الذي يترأسه بيدرو شانسيز قد تعرض لخسارة مدوية كما قلت لكم في الانتخابات البلدية الإسبانية الأخيرة، مما دفعه إلى دعوة الانتخابات التشريعية المسبقة. أنتم أخاوتي وش رأيكم في هذا الموضوع؟ وش رأيكم في هذه الصورة التي كانت هجوما على كل من إسبانيا وأيضا على الملك محمد السادس، والتي لو حدثت مع الجزائر لكانت قصة أخرى ولكانت الجزائر نهضت وما قعدت؟ ثم خاوتي خبرونا لكم في تعليقات حول هذا الموضوع. كما شفتوا رانا شاركنا معكم أبرز عناوين أخبار اليوم. إذا عجبكم هذا الفيديو أرجوكم ادعمونا بالضغط على زر الإعجاب، اشتركوا في هذه القناة وفعلوا الجرس، كل هذه الأمور حتى تدعمنا نصدر الحملات السينية. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.